معلش تحضنيني، حضنيني مثل ما حضنتي الحلوى. انت شربان وجاي لهون؟ ولولا مرة واحدة حضنيني بترجاكي. ليك انت سكران حسب ماني شايفة. يلا قوم امشي من هون قبل ما يجي حدا وانا بلم كل شي. عم تفهم؟ كل الناس راحوا تركوني، لا تتركيني انت كمان. إذا تركناك فهذا مو آخر شيء بالدنيا. ليش انت شو بيعرفك بهي القصة وكيف بتكون؟ جود، شو جابك لهون هلا؟ رحت على البيت. جيهان قالت لك؟ ايه هي. يا الله منا، بس نحن رح نرجع بهي السيارة يلي هون معنا، وهي كمان بتعرف هالشي. طيب ما في مشكلة، تصبح على خير. هاد الشاب عم يشتغل عندك لسبب تاني وهي عم نبهك. خلاص امي شيلي من راسك. شو السبب يعني؟ انت لما تحطي حدا براسك بتنهيه. لهلا ما بين معك السبب. جيهان طبعا عم يشتغل عندك لحتى يكون قريب منا على طول.